من حوالي سنتين تقريبا تفاجأ مستخدمي تيك توك بدخول الممثل الشهير جيسون ستاثام إلى تطبيق تيك توك. كان يرقص في الفيديوهات على أحد الأغاني، وقد حققت فيديوهاته أكثر من 100 مليون مشاهدة بوقت قصير. والمفاجأة كانت أن هذا الحساب هو حساب وهمي وليس حسابه الشخصي، والفيديوهات تم صنعها عن طريق التزييف العميق أو كما يسمى بالديب فيك. الشيخ عثمان خميس، صدام حسين، ترامب، أوباما وغيرهم تم صنع لهم فيديوهات مزيفة عن طريق التزييف العميق. ما هو الديب فيك أو التزييف العميق؟ التزييف العميق هو صناعة فيديوهات مزيفة عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي. كل ما تحتاجه عدة صور أو فيديوهات قصيرة للشخصية التي تريد تزييفها، وتقوم هذه التقنية بدمج الصور والفيديوهات للشخصية وصنع لك فيديو جديد باستخدام تقنية التعلم الآلي. وبإمكانك أن تجعل الشخصية تتكلم ما تريد وتفعل ما تريد، والموضوع لا يقتصر على الفيديوهات فقط وإنما على الصوت أيضا. فيمكن للتقنية إنشاء صوت حقيقي لهذا الشخص، ويمكن أن تنشئ مقطع صوتي لهذا الشخص وتجعله يتكلم كل ما تريد. فقط تحتاج عينة قصيرة لصوت الشخص، وعند سماعك للصوت أو مشاهدتك للفيديو بعد التزييف من المستحيل أن تعرف إن كان الفيديو حقيقي أم مزيف. ولم يتوقف الأمر هنا، أصبح الآن في عام 2024 يمكنك إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي لأي موضوع أو مكان تريده في العالم، ويبدو وكأنه حقيقي، والذكاء الاصطناعي يحوله إلى فيديو، ويعني ذلك أنه الآن يمكننا إنشاء فيديوهات وهمية لأماكن واقعية لكن بطريقة مزيفة. انتشرت مواقع إنشاء فيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة، وبدأت الفيديوهات المزيفة تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أجبر المنصات على وضع قوانين عند نشر هذه النوعية من الفيديوهات لتمييز الفيديوهات المعدة بالذكاء الاصطناعي عن غيرها، مثلا كاليوتيوب. متى ظهرت تقنية الديب فيك؟ قبل أن تظهر التقنية للعلن في عام 1997 من خلال بحث علمي، تم تطوير برنامج يدعى راي رايت يعتمد على تقنية متطورة للتعديل على الفيديو. وكان أول فيديو تجريبي فيديو لشخص يتحدث في موضوع معين، وتم تغيير الفيديو إلى فيديو آخر لنفس الشخص لكن يتحدث في موضوع آخر. تمت العملية من خلال استغلال الكلمات التي قالها ذلك الشخص ومحاولة ترتيبها بشكل مختلف لتكون جمل جديدة لم تقال في الفيديو من الأساس. وطبعا لم تكن التقنية متطورة كما هي الآن، وكان بإمكانك أن تعرف أن الفيديو مزيف أم لا بسهولة فقط من خلال مشاهدته. لكن في عام 2017 تم التركيز على أن تكون هذه التقنية متطورة بشكل كبير لتكون أكثر واقعية ويصعب تمييزها، وبالفعل تم تطوير التقنية وأصبح بإمكانها إنشاء فيديوهات مزيفة لأي شخص وتبدو حقيقة وواقعية. استخدام التقنية بطريقة غير شرعية واستهداف المشاهير والرؤساء. تم استخدام تقنية التزييف العميق للإساءة إلى شخصيات معينة أو تضليل الناس ونشر الشائعات. أوباما تم نشر له عدة فيديوهات وهو يتكلم بكلمات تسيء لترامب، وكان الفيديو للسخرية فقط، لكن أظهر الفيديو كمية التطور التي وصلت لها التقنية. الرئيس الراحل صدام حسين، من حوالي عدة أشهر انتشر فيديو لصدام حسين أثار الجدل بين الناس، وكان في الفيديو يظهر الرئيس ويتحدث على أنه لا يزال على قيد الحياة وأنه سيعود قريبا. نسبة كبيرة من الناس اعتقدت أنه فيديو حقيقي، لكن من خلال البحث والتدقيق تم اكتشاف أن الفيديو فيديو قديم وتم تعديله وإعادة صياغته بتقنية الديب فيك واستبدال الحديث السابق بحديث آخر. الشيخ عثمان خميس، حتى أن العلماء والشيوخ لم تسلم من التقنية. انتشرت عدة فيديوهات للشيخ عثمان خميس وهو يفتي فتاوى غريبة، وفي الحقيقة أن الشيخ لم يفتي بتلك المواضيع وإنما كانت فيديوهات مزيفة لتضليل الناس، وتم تحذير الناس لعدم السماع لأي فتاوى إلا من الحسابات الرسمية للعلماء على وسائل التواصل الاجتماعي. كيف يمكننا أن نعرف إن كان الفيديو مزيف أم حقيقي؟ في بداية ظهور تقنية التزييف العميق أو الديب فيك كان يوجد عدة مؤشرات يمكننا من خلالها معرفة إن كان الفيديو حقيقي أم مزيف، كوجود حركات غريبة للشخص لا تتناسب مع الكلام أو خلفية الفيديو غريبة نوعا ما أو يكون الشخص ثابت العينين أثناء التحدث. لكن الذكاء الاصطناعي يطور نفسه بنفسه مع مرور الأيام، وكل هذه المؤشرات التي كانت تدل على أن الفيديو مزيف اختفت تماما، وأصبح الذكاء الاصطناعي يصنع فيديوهات لا تحتوي على أخطاء أبدا. ولا يمكنك أن تعرف أن الفيديو مزيف أم لا من خلال المشاهدة، وإنما بدأت بعض الدول تطور تقنيات للكشف عن الفيديوهات المزيفة، لكن يبقى هناك بعض المشاهد التي قد تساعدك أحيانا لمعرفة أن الفيديو مزيف. أولا الوضوح، قد تكون الفيديوهات المزيفة ذات وضوح عالي جدا وغير طبيعي. اختلاف حجم الجسد، قد يتغير حجم جسم الشخص بشكل غير طبيعي في الفيديوهات المزيفة أو قد يكون مختلف عن جسم الشخص الحقيقي. تغيير نبرة الصوت، قد تتغير قليلا نبرة صوت الشخص في الفيديوهات المزيفة عن صوته الحقيقي.
التناقض، وجود تناقضات واضحة في الفيديو مثل اختلاف المعلومات الموجودة في الفيديو عن المعلومات المعروفة عن الشخص أو المعلومات المعروفة بين الناس، لكن أحيانا هذه الأشياء قد لا تتواجد في الفيديوهات ويبدو الفيديو حقيقي. لذلك يتم الاعتماد على أدوات تحليل الفيديو التي تبحث عن علامات التزييف العميق واكتشافها. إيجابيات التزييف العميق والديب فيك. ربما أنت الآن تتساءل، طالما أن هذه التقنية خطيرة ولها ضرر على الناس، لما تم اختراعها وتم تطويرها؟ رغم وجود مساوئ لهذه التقنية إلا أن يوجد لها محاسن. تستخدم تقنية التزييف العميق في الأفلام والمسلسلات لصنع لقطات احترافية وخدع بصرية، وبدأ الاعتماد عليها الآن بشكل كبير في الأفلام والمسلسلات، وتم استخدامه قديما في فيلم السرعة والغضب. كان من ضمن أبطال العمل الممثل بول ووكر الذي اشتهر في سلسلة أفلام السرعة والغضب، لكن قبل تصوير الجزء السابع من الفيلم توفي في عام 2013 في حادث سيارة. ولكي تستمر السلسلة تم استخدام تقنية التزييف العميق ليظهر الممثل في العمل، وعند عرض الجزء السابع من الفيلم تفاجأ المشاهدين بظهور الممثل في الفيلم، وتبين أنه تم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. فالتقنية لها ميزات وعيوب، لكن سبب المخاوف أن هذه التقنية متوفرة في أيدي الجميع، والفشل في تمييز الفيديو المزيف والفيديو الحقيقي قد يؤثر بشكل كبير جدا على كل الفيديوهات المنشورة على الإنترنت. وكان يقال لنا سابقا، لا تصدق كل ما تسمعه حتى ترى في عينك، لكن أنا أقول لك بعد مشاهدتك لهذا الفيديو، لا تصدق كل ما تسمعه وتراه أيضا في العالم الافتراضي أو على الإنترنت أو على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن هناك احتمال كبير أن يكون الصوت أو الفيديو أو الصورة مزيفة. إن كنت ما زلت تشاهدنا إلى الآن، شكرا على المشاهدة.